واستخدامها المعابر في سوريا كسلاح جديد ضد الشعب يراه كثيرون بأنه قرار اقتصادي سياسي يهدف إلى تفجير الوضع الإنساني في عموم سوريا من أجل تحقيق جملة من الأهداف، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي أنهكت البلاد وأدت بالليرة إلى الهاوية. هذه العقبات والمآسي السورية تزداد يوما بعد آخر لتفتح الباب أمام عدة تساؤلات أبرزها: هل نستطيع القول أن سوريا أصبحت على حافة المجاعة والأسوأ لم يأتي بعد؟ وما هي خيارات المواطن في ظل ارتفاع الأسعار مقابل الدخل المعدوم؟ وما الذي قدمته الحكومة السورية إلى الآن لتخفيف ذلك على المواطن؟ مع دخول الصراع السوري عامه 11، أشارت تقارير أممية إلى الحاجة للمزيد من التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية التي من شأنها أن تنقذ حياة أكبر عدد ممكن من المدنيين في البلاد. وبحسب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ثمة حاجة ملحة للحصول على تمويل يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا، التي تعيش حربا خلفت أكثر من 5 ملايين لاجئ وما لا يقل عن 6 ملايين نازح داخل البلاد. سنوات الصراع خلفت آثارا مدمرة على حياة السوريين، فأغلب مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية خرجت من نطاق الخدمة، بالإضافة إلى 70% من العاملين في القطاع الصحي تركوا البلاد، مما أثر على المواطنين الذين باتوا يتصارعون على المساعدات الإنسانية لإطعام أسرهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وشهدت بداية عام 2020 انهيارا غير مسبوق في قيمة الليرة السورية التي وصلت إلى 4000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مع انهيار أغلب المرافق الاقتصادية للحكومة السورية، مما انعكس بشكل كبير على تدهور الوضع المعيشي. هذا الأمر دفع موالين للحكومة السورية إلى اتهام روسيا والنظام الإيراني بالتسبب في معاناة السوريين وبالتقصير واللامبالاة تجاه ما يعانيه الشعب السوري. ففي وقت سابق هاجم مدير المجمع العلوي وأستاذ مادة الاقتصاد في جامعة تشرين باللاذقية السورية أحمد ديب الأحمد موسكو وطهران، واتهمهما باللامبالاة بانهيار الاقتصاد وانهيار البنية الاجتماعية في البلاد، مطالبا الحكومة السورية بوقف جميع الاتفاقيات الموقعة مع روسيا وإيران. ومع غياب أي حل سياسي في سوريا وفشل جميع المؤتمرات والمباحثات، وفي ظل عجز الحكومة السورية عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الانهيار الاقتصادي، تبقى أمال السوريين معلقة على الاحتياجات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية والإنسانية لتكون حبل نجاتهم الوحيد. من دمشق أرحب بضيفي الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي سيد مروان عربي، ومن نيويورك شادي مارتيني المدير التنفيذي لمنظمة تحالف الأديان للاجئين السوريين. ضيفي أهلا بكم في حلقة اليوم. سيد مروان، كيف ترون واقع المواطن السوري بعد مرور 10 سنوات على الحرب؟ نعم، تحياتي لك ولضيفك العزيز. نعم، مرت ظروف صعبة جدا على الشعب السوري وعلى المواطن السوري نتيجة هذه الحرب الشعواء، هذه الحرب الإرهابية التي مرت على الدولة السورية وانعكست بالتالي على الشعب. حرب قدرت أن تكون قاسية جدا ومفتعلة بطريقة لا أخلاقية، مورست ليست حرب عسكرية فقط، وعند انتهاء هذه الحرب العسكرية ومعالم فشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي على الأرض السورية من الناحية العسكرية، عندما فشل بإسقاط الدولة وبتركيع هذا الشعب، التجأ إذا إلى حرب قذرة جدا وهي الحرب الاقتصادية. وكعادة الأمريكي والإسرائيلي عندما يفشل بإسقاط سيادة لا تعتبر موالية لمشروعه في المنطقة، عند فشله عسكريا يلتجئ
إلى الحصار الاقتصادي والخناق الاقتصادي، وغير مبالي بما يتكلم ويتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب السوري وحياة الشعب السوري وحياة المواطن السوري كما كان يتحدث سابقا. لا يهمه إلا الضغط على الدولة السورية وإفشال الدولة السورية عن طريق تجويع هذا الشعب بحصاره الخانق من كل الجهات للأسف الشديد، وبمباركة من الدول العربية والدول المجاورة للأسف نتيجة الضغط الأمريكي، حصار لا شبيه له ضد دولة ذات سيادة في هذه المنطقة. طيب سيد شادي، أرحب بك مرة أخرى في حلقة اليوم. المواطن السوري بات اليوم أمام معاناة، مأساة لا يمكن تصورها منذ بداية الحرب في سوريا. كيف أنتم تقرؤون الوضع المواطن السوري منذ بداية الأزمة؟ مساء الخير لمشاهدينك ولضيف الكريم من دمشق. طبعا الوضع الاقتصادي في سوريا في حالة كارثية، وهذا ينعكس على الوضع الإنساني بشكل عام. يعني نحن كلنا نشاهد انهيار العملة السورية، حيث وصل سعر الدولار لحوالي 4000 ليرة. وأنا استمعت إلى ضيفك من دمشق وأتفهم محاولة رمي المشاكل على العامل الخارجي دائما، ويمكن هناك يعني جزء عامل خارجي، ولكن الجزء الأساسي أراه عامل داخلي. هناك فساد مستشري في مؤسسات سوريا، وهذا ليس بشيء جديد، هذا شيء قديم موجود في المؤسسات السورية، ولكن مع ازدياد الأزمة وازدياد الصراع العسكري في سوريا تفاقم وأصبح شيء واضح للعيان ومؤثر على الحياة اليومية للسوريين. بخلاف المعتقد أن العقوبات المستهدفة لأشخاص معينين من الحكومة السورية، المساعدات الإنسانية ليس عليها أي عقوبات، والدواء والغذاء معفي من أي عقوبات من قبل الحكومة الأمريكية ومن قبل أي حكومة في العالم، هذا مستثنى، فلا هناك أي عائق لتأمين الدواء والغذاء للشعب السوري. ولكن للأسف المساعدات الإنسانية تستخدم كسلاح للضغط من قبل من يعني تستخدم؟ من قبل الحكومة السورية بذاتها، وأحيانا من قبل دول الجوار بنفس المجال. يعني نرى تسييس للمساعدات الإنسانية لإرسالها لأماكن معينة من قبل الحكومة السورية وعدم إرسالها لمناطق معينة، نرى هذا واضحا في موضوع شرق الفرات. فبعد إغلاق المعبر مع العراق، يعني هناك شح بالمواد المؤمنة من قبل الأمم المتحدة، مما دعا لتكثيف الجهود من المؤسسات الغير حكومية لتوفير هذا الدعم ومساعدات المواطن الموجود في مناطق شرق الفرات. ونفس الشيء موجود أيضا في إغلاق بعض المعابر من قبل تركيا للوصول لهذه المنطقة. فهناك يعني عوامل متعددة، ولكن سوء الإدارة من قبل الحكومة السورية هو أدى إلى تفاقم هذا الوضع الإنساني في عموم سوريا. إذن سيد مروان، يعني تكاليف المعيشة في سوريا تزداد كل يوم، وكأنها بتت يعني عبء كبير يواجه المواطن السوري هنا اليوم. طيب بالتالي ما الذي قدمته الحكومة إلى الآن لتخفيف ذلك على المواطن؟ مع احترامي الشديد لضيفنا من واشنطن، كيف نقول أن فقط العامل الخارجي هو عامل بسيط جدا، ومن يتحمل المأساة الاقتصادية هي الدولة السورية؟ أتوجه بسؤال لزميلنا في واشنطن ليسمح فقط للدولة السورية بعودة موارد الدولة السورية من النفط والغاز التي تقدر ب 90% موجودة في شرق النهر، التي يستولي عليها الأمريكي الذي يتحدث ضيفنا من داخل أمريكا، يضغط على الإدارة الأمريكية
لتسمح للشعب السوري والدولة السورية بعودة مواردها في الشمال. الشمال من النفط والغاز يقدر ب 90% من موارد النفط والغاز موجودة في الشمال، موارد القمح موجودة في الشمال، الشعير، القطن، الشوندر، الموارد الطبيعية موجودة في الشمال مسيطرة عليها من قبل الأمريكان، لتسمح لتضغط المؤسسات الإنسانية على الرئيس الأمريكي بايدن لعودة هذه الموارد. ونحن بألف خير لا نحتاج إلى الخارج، تعود مواردنا المسيطر عليها من قبل أردوغان والأمريكان في الشمال ونحن بألف خير. هذا واحد. ثانيا، ينعكس عودة الموارد المسيطر عليها أمريكيا للداخل السوري من حيث القيمة العملة، من حيث التصدير النفط والغاز ومشتقات مشتقاته أيضا، من حيث العملة الصعبة التي تأتينا من القطن ومن القمح الذي كنا نصدره. كانت سوريا من الدول التي تصدر القمح القاسي وتصدر القطن وتصدر النفط. كل هذه الموارد موجودة بيد الأمريكان. كيف لنا أن نقول ليس فقط من أنها مو ضغط خارجي وليس عقوبات خارجية؟ أن طبعا الأزمة في سوريا الاقتصادية وقانون قيصر. هل قانون قيصر هو قانون سوري؟ قانون قيصر هو قانون أمريكي، منع الهواء من الدخول إلى سوريا، الهواء منعه، منع الدول العربية من التعامل مع الدولة السورية. حتى الأردن التي لها علاقات أخوية وتاريخية مع الشعب السوري بأمر أمريكي منع القاطرات والسيارات تصدير حتى الحمضيات تصديرها إلى الخليج عن طريق معبر نصيب بضغط على الإدارة الأردنية. كيف لا نقول أنها عامل خارجي؟ ليعطونا فقط ولنعيد مواردنا من الأمريكان والأتراك ونحن بألف خير. هذا واحد. ثانيا، بالنسبة لهذه للمعيشة، نعم من الشيء الطبيعي أن يكون هناك غلاء، من الشيء الطبيعي أن يكون هناك، أقولها بصراحة، يكثر الفساد. أنا مع صديقنا في 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 واشنطن أن يكون هناك، نعم بكل دول العالم في فساد، فكيف في حالة الحروب؟ حالة الحروب تزداد الفساد ويزداد اللا أخلاقية لبعض التجار، لا أخلاقية التعامل. وأنا أشبههم دائما بدواعش الداخل. هناك دواعش عملوا على إرهاب المواطن السوري ودولة سورية وعمل على تقسيم الدولة السورية، أيضا هناك دواعش تجار ساهموا ويساعدون في الإساءة إلى المواطن السوري ومعيشة المواطن السوري. ولكن هناك سبب رئيسي وأساسي هو الحصار والخناق وسرقة الموارد السورية على يد اللص الكبير وهو اللص الأمريكي. طيب السيد شادي، يعني تعقيب منكم على ما تفضل به ضيفي من دمشق السيد مروان، تفضل. نعم، أنا أتفهم السيد مروان، هو يتكلم من دمشق والإمكانية بالحديث بحرية هناك صعب، ولكن أنا سأستشهد بكلام رئيس السوري الذي قال أن ليس قانون قيصر هو السبب في الأزمة الخانقة التي تعيشها سوريا، ولكن الأزمة اللبنانية التي لم تمكن الكثير من التجار السوريين باستخدام أموالهم للاستيراد والتعامل التجاري. فهذا ليس كلام من عندي ولكن هذا كلام رئيس الدولة السورية، فلا أعرف إذا السيد مروان يخالفه بهذا الرأي. الموضوع الثاني، داعش كانت مسيطرة لسنوات على منابع النفط والقمح، ولكن لم تكن هناك هذه الأزمة الخانقة التي نراها اليوم في سوريا. فهذا دليل أن العامل هو شيء آخر. هناك شيء يجب أن نعترف به، أنه هناك فساد مستشري في سوريا، وأن طبعا الحرب تولد تجار حرب جدد، ولكن هؤلاء التجار الحرب أعطوا صلاحيات وأعطوا إمكانيات، والكثير منهم رأيناهم يدخلون إلى البرلمان السوري في آخر انتخابات كمكافأة لهم. فهم لم يحاربوا ولكنهم توغلوا في فسادهم وتوغلوا في إمكانية سيطرتهم على العامل، على المواطن السوري العادي، لجني أرباح من هذا الأمر. والحكومة السورية طبعا هي في ضعف شديد، فهي لا تستطيع أن تكبل أيديهم لأنهم كانوا عامل أساسي في بعض الانتصارات العسكرية،
فنرى حالنا في هذا المجال. بالنسبة لقانون قيصر، قانون قيصر لم يحد من أي تجارة أو مساعدات إلى الحكومة السورية أو سوريا بشكل عام، هو استهدف أشخاص ومؤسسات معينة. يعني حتى موضوع مثلا البنك المركزي الذي كتب عنه الكثير، البنك المركزي هو معاقب منذ أيام قانون محاسبة سوريا بسبب اغتيال الحريري واحتلال لبنان. فالبنك المركزي لا يزال يتعامل مع البنوك الخاصة الموجودة في سوريا، والبنوك الخاصة الموجودة في سوريا تتعامل مع الخارج. فعمليا هناك إمكانية للتعامل ولا إرسال الأموال وإلى عقد الصفقات في سوريا. المشكلة الأساسية أنه هناك انهيار في العملة السورية، وهناك سعر للبنك المركزي غير متناسق مع السعر الحقيقي، مما يكبل الكثير من التجار والكثير من التعاملات الخارجية من الحدوث. فهناك مشكلة حقيقية في المؤسسات السورية من ناحية الفساد ومن ناحية الواقعية لتحرير بعض الإمكانيات للتجار والمواطنين لاستيراد المواد الأساسية إذا كانت الحكومة غير مستعدة أو لا تريد توفيرها للمواطن. طيب سيد مروان، نتحدث عن المساعدات الإنسانية التي اليوم باتت تدخل من معبر واحد، يعني بعدما أصرت روسيا على ذلك، كيف يتم يعني توزيع هذه؟ هل يتم توزيعها خاصة بأنه يتم الحديث عن وجود أو أنه لا يتم توزيعها للسوريين؟ ما رأيكم بذلك؟ نعم، بالنسبة بس أنا هيك حابب بالنسبة لموضوع أنه السيد الرئيس تحدث عن موضوع سبب أن هناك مبالغ هائلة للتجار السوريين بالبنوك اللبنانية، هذا سبب من الأسباب وليس سبب أساسي، هذا سبب عاشر أو أحد عشر من الأسباب. وأقول من صادر قرابة 60 أو 70 مليار من الإيداعات السوريين في لبنان؟ من أعطى لقرصنة هذه المبالغ في البنوك اللبنانية ومنع إعطائها لأصحابها؟ من أعطى الأمر؟ هو الأمريكي من أعطى الأمر للبنك المركزي اللبناني. عندما قرر البنك المركزي اللبناني بخطة خبيثة من الأمريكان رفع الفائدة إلى 13% بال 2015-2016، عمل على إعطاء نوع من المبالغ الهائلة والفوائد الهائلة. هناك أصبحت مطامع لدى بعض التجار وأودعت أموالها في لبنان، كان هناك خطة طبعا جلب هذه الأموال إلى البنوك اللبنانية، أموال السوريين بالدولار، وبالتالي إعطاء الأمر من بعد قانون قيصر بمنع إعطائهم مبالغ كبيرة للتجار السوريين ومصادرة هذه الأموال، وتعتبر أكبر سرقة في التاريخ. هلا أي تاجر سوري بده يجيب دولار من لبنان ممنوع، فبالتالي من أعطى هذا الأمر؟ هو الأمريكي وليس لبناني. فبالتالي لا أريد أن أدخل في نقاش طويل في هذا الأمر، الكل يعرف من سبب الأزمة الاقتصادية والكل يعرف أسبابها الأساسية والرئيسية البعيدة والقريبة. ولكن بالنسبة للمساعدات الإنسانية، بالنسبة للمساعدات، الدولة السورية تقول أن هذه المساعدات تأتي إلى 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 مناطق محددة مسيطر عليها من قبل جبهة النصرة ومن قبل المجموعات الإرهابية. الدولة تقول يجب أن توزع هذه المساعدات على الشعب السوري كامل، وليس فقط على 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 فئة محددة أو مكان محدد، على 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 مكان محدد في 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 الدولة، أي إدلب ومناطق محددة بالشمال أو بريف حما أو بريف حلب الشمالي. الشعب طيب ما ألم يتم تحديد يعني معبر واحد وهو باب الهوى من جانب روسيا فيها مسلحين وإرهابيين؟ يا سيد، معبر لدخول، هناك معابر كثيرة وليس فقط معبر باب الهوى، لحصر هذه المساعدات في مكان محدد، لأنها تدخل من أماكن تريدها المجموعات الإرهابية أن تدخل إليها عن طريق تركيا، عن طريق الدول المانحة. نحن نريد هذه المساعدات لكل الشعب السوري بكل المحافظات بدون استثناء. نحن اليوم هناك
60-70% من الشعب السوري في حالة فقر نتيجة العقوبات الاقتصادية، نتيجة الضغط الاقتصادي، ليأتي صديقنا من واشنطن ويدخل على كل المحافظات وينظر بعينه. هناك مأساة، المأساة يعيشها جميع السوريين أيضا في مناطق شمال شرق سوريا. سيد مروان، الدولة السورية يعني مناطق شمال شرق سوريا أيضا تعيش يعني حالة مطردية. نعم. هنا طيب يعني ماذا عن معبر اليعروبية؟ لماذا تم إغلاقه هذا المعبر؟ طبعا على كل المحافظات السورية. نعم عفوا أنا ما سمعت السؤال. معبر اليعروبية لماذا تم إغلاقه هنا؟ يعني يمكن أيضا من هناك تخليها إلى جميع المناطق السورية، لماذا تم إلغاء هذا المعبر أيضا؟ هلا هناك معبر بديل في جنوب شمال سوريا، تدخل المساعدات منه بطرق محددة وطرق معينة، ولكن فتح معبرين بهذه الطريقة لمساعدات، هناك خلل أمني وخلل اقتصادي بتوزيع، هناك خلل عدم مناسبة التوزيع للعدد السكان الموجودين في هذه المنطقتين. منطقة تحت يتم التوزيع إليه بطريقة أكثر من منطقة أخرى. فتح معبر واحد يحدد ويعمل على عدالة التوزيع بكل المناطق. نحن مع توزيع المساعدات الإنسانية لكل سوريا، للشمال والشرق والغرب والجنوب بدون استثناء. هل تعتقدين سيدتي أن المناطق في ريف دمشق أو بدمشق أو بدرعة أو بالسويداء أو بالقنيطرة أو بطرطوس لا يجب أن يكون هناك مساعدات؟ طيب لنأخذ يعني تعقيب من ضيفي السيد شادي على هذا النقطة. سيد شادي، يعني برأيكم لماذا تصر روسيا اليوم على جعل المساعدات تدخل من معبر فقط واحد وأن تكون هي من يعني توزع أو تتسلم هنا ويتم توزيعه على السوريين كما تقول؟ نعم سأجاوبك على هالسؤال، ولكن تعقيب فقط على ما ذكره السيد مروان. أول شيء، مصرف لبنان هو الذي فرض هذه تحديد الودائع، وهي ليست فقط لمستهدفة للسوريين ولكن مستهدفة لجميع المودعين بما منهم اللبنانيين وغيرهم. الآن بموضوع المعابر هناك هذا إقرار من مجلس الأمن لشيء اسمه cross border، أي عبر حدود، أي أن تعبر المساعدات بدون الرجوع إلى الحكومة المركزية في دمشق. كان هناك 4 معابر أغلقت 3 بعد الفيتو الروسي، ووصل إذا قرار بمعبر واحد من باب الهوى مدته سنة سينتهي في منتصف هذا العام. نعم. الروس يريدون أن تلغى جميع هذه المعابر وأن تتوجه كل المساعدات عبر دمشق. الآن كثير من المساعدات أغلبها لسوريا تدخل عبر دمشق، ولكن نرى أن مثلا ذكرتي معبر اليعروبية الذي كان يعم المساعدات من الأمم المتحدة بالذات. نعم. المنظمات الخاصة إمكانها الدخول، ولكن الأمم المتحدة بدأت تدخل عن طريق دمشق. فماذا حدث؟ حدث أن هناك شحف المساعدات الأممية لمنطقة شرق الفرات. إذن الحكومة السورية تريد أن تفعل نفس الشيء بمعبر باب الهوى، ستكون النتيجة نفسها. فالهدف نحن نقول أنه يجب أن تعود الأمور كما كانت، وبالذات أن يكون هناك معبر مع شمال العراق لتمكن منطقة شرق الفرات أن تعمل الأمم المتحدة من خلالها، لأننا رأينا النتيجة. النتيجة هي شحن مواد وضغط على منطقة شرق الفرات بسبب تواجد قوات سوريا الديمقراطية فيها، ومن خلال الضغط على المواطن العادي لخلق أزمة في هذه المنطقة. وهذا شيء لازم يعني نبعد عنه. الموضوع الإنساني يجب أن يكون إنساني بحت، لا يجب أن يسيس. وأما بالنسبة لي، أنا سوري وأنا كنت عايش في سوريا حتى 2012، وأعمل في منظمة أرسلت 170 مليون دولار من المساعدات إلى سوريا، فتفهم تماما ما يعاني منه المواطن السوري، وقلبي معه في أي منطقة كان، إذا كان في منطقة الحكومة السورية أو المناطق المعارضة في شمال سوريا أو مناطق شرق الفرات. الشعب السوري هو واحد، ويجب كله أن يصله المساعدات الإنسانية، وأن لا نسيس هذا الأمر.
سيد مروان، الآن هل نستطيع القول أن سوريا أصبحت على حافة المجاعة والأسوأ؟ لم يأتي بعد، بالتالي يعني ماذا تستطيع الحكومة أن تفعله أمام هذه المعطيات، المجاعة، انهيار الليرة وغيرها الكثير؟ نعم، الشعب السوري لن يصل إلى هذه الكلمة، كلمة مجاعة. نحن شعب لنا تاريخ، لنا حضارة، شعب صدر العلماء، صدر المفكرين، وكان له دور تاريخي سابق أنه منبع بلاد الشام. يعني هناك من يقوم ببيع أعضاء جسده سيد مروان من أجل المال؟ نعم، من أجل الحاجة يعني. نعم، هناك من يقومون يعني ببيع أعضائهم حتى. هذه حالات، يعني حالات لن تكون دقيقة بشكل كبير، يرى حالات إعلامية أكثر ما هي واقعية. نعم، نحن مر الشعب السوري سابقا بثمانينات القرن الماضي، بثمانين، من 79 إلى 83 84 مر بحالة صعبة جدا. كان لن يتوفر هناك، حتى علبة المحارم لم تكن موجودة. كان هنا الشعب، استطعنا بعدها بفترة أن نتجاوز هذه المحنة، وأنا أعتقد أن الشعب السوري هو شعب عظيم، وأن الأمور في المستقبل القريب، مستقبل قريب يعني ما راح أقول أشهر، بعض من الأشهر القادمة هناك أمور سوف تفاجئ الناس وتفاجئ الحالة المعيشية، ولكن بتدريج وليس بشكل متسارع، ولكن بشكل تدريجي. طبعا هناك حزمة من الـ الأمور الاقتصادية سوف تقوم بها الدولة السورية. سوف يكون هناك رفع رواتب قريب للموظفين. سوف يكون هناك حلحلة إقليمية بحسب تحليلي، وليس هذا رأيي، حلحلة إقليمية لبعض الملفات في المنطقة ومنها الملف السوري. وطبعا الضغط الاقتصادي الموجود على الدولة السورية، تريد الأمريكان والمشروع الآخر الضغط على سوريا للتنازل عن مواقف إقليمية في لبنان وفي سوريا وفي العراق وحتى في اليمن وحتى في فلسطين. نحن لن نتنازل، ولكن سوف الطرف الآخر يجلس على الطاولة للتفاوض على ملفات إقليمية ومنها ملف السوري، وسوف ينعكس إيجابيا من الناحية الاقتصادية إن شاء الله قريبا. طيب سيد شادي، بدقيقة يعني أيضا في نفس السياق، نستطيع القول بأن سوريا أصبحت على حافة المجاعة؟ الوضع في سوريا سيء جدا، لا أعرف ما سوريا بلد طبعا عريق حضارة وتاريخا، ولكن لا أعرف ما كيف سيشبع هذا بطن السوري الجائع اليوم. هناك واقع وذكره ممثلون يعيشون في دمشق عن بيع أشخاص لأطفالهم، الناس تأكل من القمامة. هذا شيء مؤسف، يعني محزن جدا أن المواطن السوري أن يصل لهذه الحالة. ربما إذا طلبنا من الصديق الروسي أن يتنازل عن 70% التي يأخذها من مناجم الفوسفات، ممكن أن يغني الخزينة السورية وكثير من المصادر. نعم، التي أخذها الأصدقاء من إيران وروسيا، ممكن أن تغني الخزينة السورية وتساعد في ردم هذه الفجوة التي يعيشها المواطن السوري. شكرا. من نيويورك أشكرك جزيل الشكر ضيفي السيد شادي مارتيني، المدير التنفيذي لمنظمة تحالف الأديان اللاجئين السوريين، على كل ما تفضلتم به. وأيضا أشكرك ضيفي من دمشق السيد مروان عربي، باحث استراتيجي ومحلل سياسي، على ما أضفتموه في هذه الحلقة. وفي النهاية أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.